يوم انتخاب الاستاذ ونيبه كان يوم فولكلوري بامتياز. نواب الثورة وصلوا بمواكبة شعبية وبدوا يفوتوا على نص البرلمان مع الشعب. ما هو البرلمان لمين؟ للشعب. مش بس هيك، نازلين على البرلمان كتير سبور، ناس بالإسبادري، ناس بلا جرافات، أنا محلهم فرد مرة بنزل بالشورت. على كل حال كل نايب عنده ستايله. الرئيس كميل شمعون مثلا وصل على البرلمان بسيارة جده الرئيس كميل شمعون، انطلق بالسيارة نهار التنين المساء ووصل التلاتة على القد، سيارة البنتلي تراس. نائب كسروين ندى البستاني سبحان الخلقة جايب تنورة أورانج بليسي. لك دخيل الأورانج ما ناقصك غير طنطور أصفر مثل طنطور صباح. حتى يكتمل المشهد الفولكلوري قدمت شرطة مجلس النواب واحد من أجمل التابلويات بثلاثين سنة. ولا بتقول شرطة، فكرتهم من دبيكي فهد العبدالله. وكمل الفولكلوري جوا مع انتخاب أميني السر، الفايت فايت والظاهر ظاهر والحابل طارق النابل. كل واحد لحاله، يلا نحن اثنين نبقى البكرة يعني فينا نصوت لاثنين بورقة واحدة، كل واحد ورقة منحط اسم أو اسمين. أربعة صاروا هلا، واحد ولا اثنين مش واضحة، نختار اسم ولا اثنين؟ بدك تكون تختاروا واحد من الخمسة، اثنين من الخمسة. كله مفهوم وكله واضح، بس هالشاب الواقف من ساعة 11 قبل الظهر سنكي طق. شو عم يعمل بمجلس النواب؟ شو مهمته بالضبط؟ عم يحرس الصندوق أو عم يمشي السير؟